سخنه. نوصل لفقرة كوكينج لليوم مع شيف شربل صافي. بونجور. بونجور عنجد. اشتقنا لك شيف. وعن جد انا كمان. اليوم في عيد القديسة بربارة وما فينا ما انه هيك نرجع نتذكر شوية تقاليد، رح نعمل هيك اكلات شوي تراديسيونيل بس مع تويست صغير. اكيد. اليوم شو عندنا؟ مزبوط مزبوط، اليوم عندنا اكيد شوربة اللقطين رح نعملها مع الكرات حتى بالفرن. اوكي انا عم انا معك بالكاست، انا بحبها هيك كمان. نص استوى نص نص. رح نعمل كمان الديسير، بدل ما نعمل قمح بتعرفي هيك اللي بيعملوا القمح السخن وبيحطوا له المزاهر والقلوبات، رح نعمل اليوم ديسير بالقمح بس بارد. رح نستعمل الجريك يوغورت اللبن، رح نعمل منه ثلاثه فليفرز بيلبقوا مع بعضهم كثير، وكم خرجت بيهم بقلب كاسات مثل ما رح نعمل هلا. يوغورت قدي صاير على الموضة مع الحلو مع المالح مع كل شيء، يعني كتير طيب وخفيف و it's healthy. هلسي صح 100%. تفضل يلا رح نبلش. أول شيء ما ركز كتير معك لأنه كزانة عم يلهينة. كزانة عطول عطول كزانة بيلهي هلأ. بس عليك يعني نحن وكزانة بننطر هالفقرة لنشتغل هلا. شو رح اعمل؟ انا بقي لكم كاستنا بهالوقت. انا شو عامل هون هلا؟ عامل شوية شمرة يابسة، رح ندهن حبتين باجيت، الباجيت هيدي رح تتقدم مع شوربة اللقطين، رح نحطهم بالفرن، وعندي الكرات كمان رح شوي شوي بقلب الفرن ليعطي شوية هيك طعمة الحريق، لأنه بتعرفي الكرات كتير طيب لما يكون في طعمة هالحرقة من برا عليه. رح ندهنهم اثنيناتهم سوا بالزيت والشمرة. شمرة كيف هالكستنا؟ بعد ما اشترك لي شيء كذا انا ما دقنا شيء بعد. يلا هلا دهنا الكرات ودهنا الباجيت، رح نرش عليه رشة ملح صغيرة هيك لنطيبهم اكيد على طول الملح بيطيب، رح نحطهم مثل ما هني هيك بالفرن تقريبا بياخذوا قد بعضهم وقت تيتحمص الباجيت والكرات بيكون كمان استوى. اوكي بعد هيك في حبة كستنا هون. قصدك لكيزانا لانه انا كيزانة. ما بدقتهم. هلا رح ننتقل للسوب، يعني مثل ما عم شفتي خلصنا حطينا الخبز بالفرن ومع الكرات. السوب انا شو عامل؟ سالق هالثلاث اصناف، عامل اللقطين البطاطا الحلوه والبصل، حطيتهم كليتهم سوا مع بعضهم، بدهم سلق تقريبا بحدود ال 35 دقيقه على القد على القد على القد، بيطلعوا بيرفكت يعني بيصيروا كريمي ما بيبرغلوا معكم، واكيد هلا بنرجع نطحنهم. رح نزيد عليهم عندي العقد الصفراء وعندي البهار الابيض، رح نحطهم فوقهم. اكيد انا سلقهم بمرقه الخضره، يعني فيكم تستعملوا مرقه الدجاج كمان اذا ما متوفره مرقه الخضره، فيكم تستعملوا مرقه الدجاج فيها او للفيجيتيريان يعني والفيجن بفضلوا يمكن اكيد يكون مزبوط. بس خضره مع بعض مزبوط مزبوط اكيد. مشان هيك بنعطي الاثنين ريفرنس. هلا مثل ما شفتي حطينا المطيبات بقلبها، بس بدنا نطحنها. هلا نحن مستعملين عندنا الباترنات بامكن، الباترنات بامكن طعمتها كثير حلوه. للاشخاص اللي بيستعملوا اللقطين الكبيره اللي عندنا اياها المشهوره نحن، يزيدوا على هيدي الروسات ملعقه صغيره سكر بقلبها لنساعد اللقطين على الحلا، بينما الباترنات بامكن لا ما بدها لانه اوريدي هي اوريدي حلوة. صح مزبوط. بس عندنا هون عندنا متوفره كثير موجوده. اللقطين بينزرع بلبنان ما هيك؟ في منه بكثرة اللقطين بلبنان. هلا عم نطحن السوب. هلا في منهم بيحبوا يزيدوا بقلبها كريمة. أنا نصيحة مني زيدوا على عليها شوية ألموند ميلك بتعطي طعم كتير طيبة. هلا السوب تقريبا صارت خالصة. هلا من بعد ما خلصنا السوب طحناها نرجع نحطها شوي صغيرة على النار لتشد بعدها مزبوط بيرفكت. اوكي بدنا نزيد عليها نرجع الكستنا. بس ما في كريم، فينا نحط كريم فيها بس اجمالا انه هلا يعني اول مرة بنشوفها انه من دون ما يكون بالانجريدينتس الاساسية الكريم. صح صح. أوكي. انا صراحة كثير بحبها مع كريم بس انه مور هيلثي. هلا فيك تستعمليها هيك وفيك مثل ما قلت فيك تعطي ريفرنس ثانية يعني اللي هي الالموند يلي هي الالموند ميلك فيك تحطي بتطلع كمان بتعطيها طعمه كريمي تيست وطيبه. هلا بدنا ننتقل لنرجع لنعمل الديسير على السريع لانه بتعرفي شوي وقتنا اليوم ضيق. رح نرجع نحطهم على النار، خليهم على نار خفيفه ليرجعوا يشدوا معنا مزبوط. هلا بدنا نعمل القمح باللبن يلي هو جبنا الجريك يوغورت. الجريك يوغورت ليك الفرق باللون، حتى اللون تبعه كثير ابيض
قاسي اكثر وما فيه حموضه في مزبوط. هلا كمان فينا نستعمل اللبن اللي عندنا كمان ما في بروبلم، فينا نستعمل اللبن يلي موجود عندنا كثير طيب. نحن بس لانه للتكستشر تبعه. هلا بدنا نحط شويه شوفان بقلبها. اوكي شوفان بيمسكها اكثر لانه بينفش، بس انا ما راح استعمل الا اللبن اللبناني بس اللبن. لقلك يعني من هلا أكيد. تنكون متفقين انا وياك ما في مشكله. نحن مش هيك عم نعطي اثنين ريفرنس، هو لازم ينعمل بالجريك يوغورت، بس اذا تستعمل اللبن اللبناني بده يكون دسم مشان ما يفرق معك. اوكي هذا هو بس الفرق، بس معنويا بنتحسن اكثر. مزبوط. شو حطينا هلا؟ هلا حطينا فانيلا ورح نحط شويه مزهر فوقها. اوكي انا شيل الملعقه بنحركهم كلهم مع بعضهم. نحن في عنا كمان شغلتين فينا نعملها، فينا نستبدل السكر، فينا نحط سكر بقلبها، مع انه انا ماني كثير من محبزي صح، وانا ماني كثير من محبزي السكر بالاكل خاصه بس بالطبخ، بحب اكثر اذا عم نعمل اكيد شيء كيك ما في بديل عن السكر. هيك فيك تستعملي عسل، فيك تستعملي شايف لنحول اللبن اللبناني لهيدي الطعمه تقريبا. نعم. ممكن نزيد له حليب او شيء، فيك تزيد حليب او يلي عم بيروبوا لبن فيهم يعملوا مثلا هن بيحطوا ثلاث كبيات حليب كبايه مي، سوري ثلاث كبيات حليب كاسه روبه اوكي، وبيحطوا لها تقريبا 9 كبيات مي اوكي، فيهم يحطوا كبايه كريمه كمان ويروبوا اللبن، ساعتها بيطلع اللبن دسم مثل وعلى حلو اكثر، وعلى حلو اكثر بيطلع كثير قاسي اللبن وما فيه حموضه. هلا عم نزيد انا بس بدي اقول انه القمح هيك تركتهم الدنتي يعني شوي اقسى من العاده، كانه بعضهم هيك قمح اخضر شوي. مزبوط مزبوط مزبوط. بحب هيدي الطعمه، هيدي القساوي تبعها شوي صغيره هالقرشه، ترويقه مرتبه، ترويقه مرتبه وعشا مرتب. هلا رح نزيدهم كلهم سوا مع بعضهم. هلا صار عندي الخلطه، بدنا نسكبها بقلب الكاسات، رح نرجع نعمل عليها توبينج من فوق، رح عندنا 3 توبينج نزيدهم عليها. شو هن؟ جايبين غزل البنات، وجايبين راحه، رح نعمل بالراحه، ورح نعمل بالفستق. هلا دغري رح نحطهم نسكبهم بقلب الكاسات، عنك ولا الكاسات انا رح اتركك تشتغل وبسكب. بالعكس عنك. انا ما بيوثق فيي حتى لا، انت ضيفتي اليوم، معقوله انا بدي اهتم فيك حتى بالسكب ما بيوثق فيي يا روني. يلا فاين فاين، ما بدي اعذبك انا. هلا مثل ما شفتي عندنا هالكاسات، ميرسي، فينا نسكبهم بكاسات صغيره اكثر من هيك اكيد، يعني حسب برشون. مزبوط الاشخاص وحسب المناسبه وحسب، حطهم هيك اذا اولاد هيك بس صغيره بلاستيك يعني بزياده، عرفت كيف؟ ايه فرينات صغار هيك بتعقد، لانه ما بدنا ننسى بنرجع نحط بعد التوبينج عليها من فوق. اوكي بالفرن شو صار معنا؟ هلا الفرن تقريبا بعد بدهم شيء دقيقتين بيصير فينا نشيلهم بس ياخذوا هالكراست. نحن حاطينه على 180 درجه، بيمشي حاله على 180 درجه، هيك بنتاكد انه ما يحترقوا معنا. دقيقتين على قد وقتنا قبل يلا. ما ناخذ خلصنا نحن. هلا هالايد الميزان يا شيخ. صح صح معودين معودين. يلا خلصنا. هلا بس رح نعمل على السريع لنفرجي المشاهدين كيف رح نعمل الصوص من الراحه من اللكوم يلي هي جبنا اللكوم الزهر. ما بدنا شيء، بدنا ميكسر بنحط فوقه شويه مي، نسكر عليها نطحنهم، بنضيفهم على وجه، بنحطهم على وجه هالميلانج الحلو، بيعطي لون كمان كثير مرتب. شايف للاشخاص اللي ما كثير بحبوا الحلو بيسوى يتركوا من دون توبينجز او نحط، فيهم يخلون هيك مثل ما هن، او نرش مثلا يمكن لوبيت ما في مشكله. صح 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 فيهم يعملوا هول الاشياء. هذا الحلو مضبوط. صار عندي هلا هالمزيج، بعد بدهم شوي صغيره بشدوا اكيد. يلا جريت. هلا رح نحط هون، رح نضيف نحط شويه فستق على اول وحده. اوكي بنعبيها عبيها عبيها ايه، بتشرب منيح يعني بتاخذ منيح هيك. اوكي وعندي هون رح نحط شوي من غزل البنات عليها تشهي.
شهي كثير جد. اوبس يلا نحن رح نزينهم بوقت بريك وبنرجع بنكون عم نخلص البلا المالح والحلو. بريك صغير وبنرجع. اوكي شيف، انا بدي اقول انه تحولوا اللبن. تحولوا دغري اللبن، تحولوا. ناخذ صوره. صار عنا يعني مش معقول قد ايه حلو. شفتون يا توني قد ايه سامبل وسريعين وهيني ينعملوا. هلا هون على السريع مثل ما شفتي حطينا. هلا توني انا كنت عم بصور كاسات اللبن وانت عم تصور اللقطين، كيف هيك مش ظابطه معنا؟ خلل بالاخراج. حطينا هلا السوب هون، زدنا عليها الكرات، زدنا عليها الكاستنا، حطينا الكاستنا بقلبها. هلا بنحط هال هيك جات الخشب الحلو ولا شمعة هيك تتعطيها شوية هب أكيدة مش لوقت كتير. بنحطها هون. طفوا الضوء. لا ما بتبين، ما بتبين. كان لازم أجيب أزاز. هلا نطفي الضوء، نرجع بنسكر عليها اللقطينة مزبوط. وهلا بنحط حبتين الباجيت. ليكي الباجيت قد هيك بتشهي. هذه فيك تغطسي الباجيت بقلبها. في لزوم يعني ترغبني لانه اوريدي هيك مش قادر نزيدها القبليه. تمام تمام. هودي اكلتين سريعين، عندنا السوب لليله، عندنا الدسير الحلو. طيب قد ايه مهضومين؟ عن جد يعني، ومن اشياء كثير بسيطه، من شيء كثير صح، ومن تراديسيون العيد عملنا بلايات كثير مودرن. وانا بدي اقول لك ميرسي، وان شاء الله بينعاد عليك وعلى عائلتك بعيد بربارة. خلي لك عائلتك كمان. ثانك يو شيف، بنشوفك قريبا اكيد. رح ناخذ بريك ومنتابع مع ماي رايتس.